زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله ما جعل لأياكم بالله منا أنه الرحمن نحريس تهأها الرحيم نحريس تهأها. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. يا أيها الناس اتضوا اتقوا كعب صدى ربكم ربكم كعب صدى الذي كاسوا خلقكم إذن أبوري من نفس النفحة قدين كأبوري واحدة أمدة وهو خلق أبوري منها نفتي حقيقة كأبوري زوجها حاس كذي نفت حاس كذي بها يضل قعبوري وهو بث فردي منهما نفتا يحاس كذا حقوضا رجالا ركا فردي كثيرا أوفر أبدا يو النساء دمر يبون فربضا. واتقوا الله ألك عصدا الذي الله سو تساءلون واتقوا الله ألك سكتشرا الذي الله سو تساءلون أدسكو سؤال نيسان تساءلون أدسكو سؤال نيسان وضحسكو ويديس نيسان به إساق السبت إساق مجلس وضحسكو ورس نيسان والأرحام قرابضا إسكتشرا إن أدقو إسان حيث إن الله ألا كان وقوع هذا رقيبا إلى لي عليكم دشين بإذن الله يا رب سبحانه وتعالى. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا سيا اليتامى أمونت واحد سيسان أموالهم حولها بسيا مركي قنقالا ولا تتبدلوا أبدل قاضننا الخبيث متكح بالطيب كولا سنحك كبدل قاضننا ولا تأكلوها عننا أموالهم أقونت حولها عننا إلى أموالكم مضمومة الحالة من الله ضمور لقدري إلى أموالكم حوله إن يضر لقدري حيال إنه كاس عندا حولها أقونت العناي كان وحوها لحوبا دنبي كبيرا أوي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وإن خفتم هدار عصتان ألا تقسطوا إن إذان عدالة فلن إن إذان عدالة فميني في اليتامى أقوم تتحرر في نكاح اليتامى أقوم تقرسك أتقرسني سان إن إذا عدالة سمين إن هدات كعبستان عدالة إن سمين وإذا هدات كعبستان فانكحوا قرصدا ما طاب وحي وناكسناد لكم إذن كإذن وناكسناد ومن النساء الدمر ككمل مطنى الله الله قرصدا وثلاثة صدح صدح عليهم قرصدا والرباع أفر أفر قرصدا فإن خفتم هدات عبستان ألا تعدلوا إن إذا عدالة سمين وعدالة إن أتسمين وإذا أتكعب ستان دوكا وفرها بلن فواحدة فانكح واحد قرسة واحدة متك لي مكا أو ما أما شيء قرسة ملكت أيهانة أيمانكم يدقيالكم الدوما دي قدر صدا ذلك كاس وإن الهل متكو قاب ستان قرر عب ستان ذلك أرن كاس أدنى أدنى وانشبدا ألا تعولوا إن إذا جور فلن جور إعدالة رهن إذا سمين تاسا أدنى وانشبدا. ولا
تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وآتوا حثيثا النساء دمرك صدقاتهن مهريا الكرسية مهر كرسية نحلة سن فإن طبن هدي ونكسنادان لكم إذنك من شيء عن شيء شيء حق هدي إذنك ونكسنادان ومنهم هرك كمير هدي إذنك رأي لنغضان بالغوضاء نفسا نفأهان حق النفط هذا هدي إذنك رأي لنغضان وحيون مهرك كمير فكلوه عنا أكلا عمتان هنيئا أبوغاكس له مريئا أبوغر مرلي سيفضط أهو يسيق فضط بلاش أبوغو سوكالي مشاقا على نمر هنقول إذا أنه إستاغن يعني واحد يبقاك سيلة هنقول مرنا لي مريء الوحل إذا شيء قال أنا هنقول إستاغن إذا مركا اللي ضوه هريك عقص علي ساسا مريء اللي إذا هني أنا واحد إذا هو شيء قبو سوق لي سيد بلا شوفضوضه واحدة نبي مشاقا على نمر ساسا معنا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ولا تؤتوا حسينين السفهاء كو عقلك فضط وحما قردك أموالكم حولهن حسينين التي حولها سوء جعل الله يلي لكم إذنك وإذنك يلي قياما تاقني مسالح إذنية نرشي نور ماكو تاقني وارزقوهم إرزاقا كوي وحما قردك عقلك فضطا فيها حولها تحضر كإرزاقا وقصوهم هوية أو مرشية فيها حولها تحضر دي بمعنى حوله مريكسي وحي عوضة دكو السلطان وقولوا وحا بعد اللهم سبه هذا وحا تقول هذا قولا هذا القهى معروفا أولا جيسا ليقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله ما جعل لأياكم بالله منا أليه الرحمن نحرستها الرحيم نحرستها. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. يا أيها الناس تضوا اتقوا كعب صدى ربكم ربك كعب صدى الذي كاسوا خلقكم إذن أبوري من نفس النفحة إذن كأبوري واحدة أمدة وهو خلق أبوري منها نفتي حق إذا كأبوري زوجها حاس كذي نفت حاس كذي بأيضا لقعبوري وبث فرديي منهما نفتا إيا
iyo xaaskeeda xaqooda rijaalan rag ka firdhiyey kathiiran oo fara badan iyo wanisaa'an dumar iyaguna fara badan wattaqullaha alla ka cabsada alladii allahaasoo tasaa'aluuna wattaqullaha alla iska jira alladii allahaasoo tasaa'aluuna aad isku su-aalanaysaan tasaa'aluuna aad isku su-aalanaysaan ood wax isku weydiisanaysaan bihi isaga sababti isaga magiciisa wax isku warsanaysa walarxaama qaraabadana iska jira inaad goysaan waxaa yeelay ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday raqiiban ilaaliye calaykum dushiin bidin idilaalinaya way rabbi subxana wa tacala وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا سيا aliyataama agoonta waxaad siisaan amwaalum xoolahooda siiya markay qaan gaadhaan oo walaa tatabadaluu ha badal qaadanina alkhabiifa midka xun biayibi ka wanaagsan ha ka badal qaadanina walaa ta'kuluu ha cunina amwaalahum agoonta xoolaheeda ha cunina ilaa amwaalikum madmuumatan xaalaysa mid loo dumo lagu daray ilaa amwaalikum xoolihiina iyadoo lagu daray maxaa yeelay innahu kaasi cunidda xoolaha agoonta la cunaay kaana wuxuu ahaaday xuquuban dembi kabiiran oo weyn waaatu nisaa sadqaatihinna nixla fain tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu haniian mariia وإن خفتم هذا عبستان ألا تقسطوا إن إذا عدالة فلن إن إذا عدالة سمين في اليتامى أقوم تتحدد في نكاح اليتامى أقوم تقورسك أد قورسان إسان إن إذا عدالة سمين هذا كعبستان عدالة إن سمين وإذا هذا كعبستان فانكحوا قورسدا ما طاب وحي وناكسنا هذا لكم إذن كإذن وناكسنا ومن النساء الدمر ككمن مثنى لبا لبا قورسدا وثلاثة صدح صدح عليهم قورسدا والرباع أفر أفر قورسدا فإن خفتم هذا العبستان ألا تعدلوا إن إذا عدالة سمين وعدالة إن سمين وإذا أتكى عبستان دوما كم فرها بدن فواحدة فانكحوا واحد قورسة واحدة ميت كلية مكة أو ما أما شيء قورسدا ملكت أيهانة أيمانكم يدقيالكم الدوما دي قدر صدا ذلك كاس oo inaad hal mid ku gaabsataano goorad markaad cabsataan dalika arrinkaasa adnaa u dhawaansho badan anlaa tacuuluu inaydaan jawr falin jawr iyo cadaalad darro inaydaan samaynin taasaa u dhawaansho badan walaa tu'tu assufahaa amwaalakum allatii jacala allahu lakum qiyaaman warzuquuhum fiiha waksuuhum waquuluu lahum qawlan وآتوا واحد سيسان النساء دمرك صدقاتهن مهريال كودا سيا مهر كودا سيا نحلة سين فإن طبنا هدي ولاك سنادان لكم إذنك من شيء عن شيء شيء حق هدي إذنك ولاك سنادان ومنهم مهرك كمي هدي إذنك الرأي لنغضان بالغوة ضاي نفسا نفعهان حق النفط هذا haday idinkaraa lenoqdaan wuxuun meherka ka mid a fakuluuhu cuna aklan cunitaan haniian oo bogaagsi leh mariian oo hungurmar leh si fudud oo si fudud oo bilaasha kugu soo galay mashaqo aadan u marin hungurigana aan kuu istaagin yacni waxa way bogaagsi leh hungurmarna leh mariian waxa la yidhahda shayga aan cunaha kuu istaagin ee markaa liqo horay kaaga soconay saasaa mariia la yidhahda haniiana waxa la yidhahda waa shayga kugu soo galay si bilaasho fudud oo wax dheh dhib iyo mashaqo aadan u marin saas wey macna wabtalu lyatama xata ida balagu nikaxa fain aanastum minhum rushda fadfacuu ilayhim amwaalahum walaa ta'kuluuhaa
بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ولا تؤتوا هزينا السفهاء كو عقلك فضط وحمقرتك أموالكم حولهن هزينا التي حولها صو جعل الله يلي لكم إذنك وإذنك يلي قياما تاقني مسالح دينية نرشي نور ماكو تاقني وارزقوهم إرزاقا كوي وحمقرتك عقلك فضطا فيها حولها دحضة كإرزاقا وقصوهم هوية أو مرشية فيها حولها دحضودي بمعنى حوله مريكسي وحي عوضك أصدرتا وقولوا وحا بعد اللهم سبهذا وحا تقول هذا قولا هذا القهى معروفا أولا جيسا ليقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون من ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله ما جعل لأياكم بالله منا أنه الرحمن نحرستها الرحيم نحرستها أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. يا أيها الناس اتضوا اتقوا كعب صدى ربكم ربك كعب صدى الذي كاسو خلقكم إذن أبوري من نفس النفحة إذن كأبوري واحدة أمدة وخلق أبوري منها نفتي حق إذا كأبوري زوجها حاسك إذن نفت حاسك إذن بأيضا لقعبوري وبث فردي منهما نفتا إحاسك إذا حق إذا رجالا رك فردي كثيرا أوفر بدن يو النساء دمر يغنى فربضان. واتقوا الله ألك عصر الذي الله سو تساءلون واتقوا الله ألك اسكتشرا الذي الله سو تساءلون أدسك سؤال نيسان تساءلون أدسك سؤال نيسان وضحسكو ويديس نيسان به إساق سيبت إساق مجلي صاد حسكو ورسان نيسان والأرحام قرابضان اسكتشرا إن أتقويسان حيلا إن الله ألا كان وقوع هذا رقيبا إلالية عليكم دشين بإذن إلالنا يا رب سبحانه وتعالى. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا سيا اليتامى أغنط واحد سيسان أموالهم حوله سيا مركي قنقالا ولا تتبدلوا أبدل قاضنين الخبيث متكحن بالطيب كوناكسنها كبدل قاضنين ولا تأكلوها عننا أموالهم أغنط حولها عننا إلى أموالكم مضمومة الحالة من الله ضمو لغطري إلى أموالكم حوله إن يضو لغطري حيال إنه كاسع عندا حولها أغنط العناي كان وحوها لحوبا دنبي كبيرا أغوي. وآتوا
سميني في اليتامى أقونت تحذر في نكاح اليتامى أقونت قرسك أد قرسانيسان إن إذا عدالة سميني هذاتك عبسطان عدالة إذا سميني وإذا هذاتك عبسطان فانكحوا قرسدا ما طاب وحي وناكسنادا لكم إذن كإذن وناكسناد ومن النساء الدمرك كمن مطنى الله الله قرسدا وثلاثة صدح صدح عليهم قرسدا والرباع أفر أفر قرسدا فإن خفتم هذا عبسطان ألا تعدلوا إن إذا عدالة سمين وعدالة إن سمين وإذا أتعب ستان دوحا فرحا بلا فواحدة فانكحوا واحد قرسة واحدة مثل كلية مكة أو ما أما شيء قرسة ملكت أيهانة أيمانكم مدقيالكم الدومة دي قدر صدا ذلك كاس وإن الحل مدكو قرسة ستان قرر عبسطان عف ذلك أرن كاس أدنى أدنى وانشطة ألا تعولوا إن إذا جو الفلم جور يا عدالة رأينا إذا صمينا تاسعوا دوا شكرا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وآتوا حثثا النساء دورك صدقاتهن مهريا الكرسية مهر كودة سيئة نحلة سين فإن طبنا هدي ولك سنادان لكم إذنك من شيء عن شيء شيء حق هدي إذنك ولك سنادان ومنه مهرك كمير هدي إذنك الرأي لنغضان بالغوة نفسا نفعهان حق النفط هدي إذنك الرأي لنغضان وحيون مهرك كمير فكلوه عنا أكلا عنتان هنيئا أبوغاك سلي مريئا أبوغر مرلي سيد فضوط أهو يسيء فضوط بلا شكو قصة وقالي مشاقع على الأمر هنقولي غير أنكو إستاقي يعني واحد يبقاك سيلة هنقولي مرنا لي مريء الواحد إذا شيء أن أنا أنكو إستاقي إذا مركا اللي ضوء هريك أقصع علي سأسا مريء الليلة هني أنا واحد إذا هو شيء قصة وقالي سيد بلا شكو فضوط وواحد نبي مشاقع على الأمر سأسا معنا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ولا تؤتوا هسينا السفهاء كو عقلك فضط وحما قردك أموالكم حولهم هسينا التي حولها صور جعل الله أويلي جعل الله الله أويلي لكم إذنك وإذنك يلي قياما تاقني مسالح إذنية نرش نور ما كتاقني وارزقوهم إرزاقا كوي وحما قرد كاي عقلك فضضا فيها حولها تحضر كي رزاقا وقصوهم هوية أو مرشية فيها حولها تحضر دي بمعنى حوله مريكسي وحي عوضة دقوا السلطان وقولوا وحا قادا اللهم سبهذا وحا تقول هذا قولا هذا البحر معروفا أولا جيسا ليقان للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله
الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. يا أيها الناس اتضوا اتقوا كعب صدى ربكم ربي كعب صدى الذي كاسوا خلقكم إذن أبوري من نفس النفحة قدين كأبوري واحدة أمدة وهو خلق أبوري منها نفتي حقيقة كأبوري زوجها حاس كذي نفت حاس كذي بها يضل قعبوري وهو بث فردي منهما نفتا يحاس كذا حقوضا رجالا رك فردي كثيرا أوفر أبدا يو النساء دمر يبون فربضا. واتقوا الله لك عصدا الذي الله سو تساءلون واتقوا الله لك كتشرا الذي الله سو تساءلون أدسكو سؤال نيسان تساءلون أدسكو سؤال نيسان وضحسكو ويديس نيسان به إساق السبت إساق مجلس وضحسكو ورس نيسان والأرحام قرابضا إسكتشرا إن أدقو إسان حيث إن الله ألا كان وقوع هذا رقيبا إلى لي عليكم دشين بإذن الله يا رب سبحانه وتعالى. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا سيا اليتامى أمونت واحد سيسان أموالهم حوله سيا مركي قنقالا ولا تتبدلوا أبدل قاضننا الخبيث متكح بالطيب كوناكسنها كبدل قاضننا ولا تأكلوها عننا أموالهم أقونت حولها عننا إلى أموالكم مضمومة الحالة من الله ضمور لقدري إلى أموالكم حوله إن يضر لقدري حيال إنه كاس عندا حولها أقونت العناي كان وحوها لحوبا دنبي كبيرا أوي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وإن خفتم هدار عصتان ألا تقسطوا إن إذان عدالة فلن إن إذان عدالة فميني في اليتامى أقوم تتحرر في نكاح اليتامى أقوم تقرسك أتقرسني سان إن إذا عدالة سمين إن هدات كعبستان عدالة إن سمين وإذا هدات كعبستان فانكحوا قرصدا ما طاب وحي وناكسناد لكم إذن كإذن وناكسناد ومن النساء الدمر ككمل مثنى الله الله قرصدا وثلاثة صدح صدح عليهم قرصدا والرباع أفر أفر قرصدا فإن خفتم هدات عبستان ألا تعدلوا إن إذا عدالة سمين وعدالة إن أتسمين وإذا أتكعب ستان دوكا وفرها بلن فواحدة فانكح واحد قرسة واحدة متك لي مكا أو ما أما شيء قرسة ملكت أيهانة أيمانكم يدقيالكين أدوما دي قدر صدا ذلك كاس وإن الهل متكو قاب ستان قرر عب ستان ذلك أرن كاس أدنى أدنوا شبدا ألا تعولوا إن إذا جور فلن جور عدالة رهن إذا سمينين تاسا أدنوا شبدا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وآتوا وحثثا النساء دورك صدقاتهن مهر يالكوذ سيئ مهر كوذ سيئ نحلة سن فإن طبنا هدي وناكسنادان لكم إذنك من شيء عن شيء شيء حق هدي إذنك وناكسنادان ومنهم هرك كمي هدي إذنك رأي لنغضان بالغوضاء نفسا نفأهان حق النفط هذا
هدي إذن كرع للنقضان وحيون مهركة كاملة فكلوه عنا أكل العنيتان هنيئا أو بوغاكس له مريئا أو هنقر مر له سيفضط أهو سيفضط بلا شكو صوكال مشاقع على الرمر هنقر إغنى أنكو إستاقين يعني وحو بوغاكس له هنقر مرنا له مريئا وحل إذا شيئا أنه أنكو إستاقين يمرك اللي ضوه ريكا صعلي ساسا مريئا ليلا هاني أنا واحد إذا هو شيء كقصة قلي سبلاش وفضوده واحدة نبي مشقة هذا نمر أصل معنا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ولا تؤتوا هزينا السفهاء كو عقلك فضط وحما قرتك أموالكم حوله الناسينين التي حولها سوء جعل الله يلي لكم إذنك يلي قياما تاقني مسالح إذنية نرشي نور ماكو تاقني وارزقوهم إرزاقا كوي وحما قرتك عقلك فضضا فيها حولها تحضر كإرزاقا وقصوهم هوية أو مرشية فيها حولها تحضر دي بمعنى حوله مريكسي وحي عوضك أسلطان وقولوا وحد هذا اللهم سب هذا وحد كل هذا قولا هذا القهى معروفا ولا جيسا ليقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا